النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. تسن زيارة القبور من غير شد رحل، فإن ترتب عليها شد رحل وهو السفر فيحرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. والزيارة إنما هي للاعتبار، قال: فإنها تذكر الموت، فهي للاعتبار والاتعاظ وللسلام على الموتى. أما زيارتهم لطلب نفعهم فهذا من الشرك، فهم لا يملكون شيئا.